ضيفنا اليوم كمال عويج، جانا من تونس. يا دنيا تلزينا غيرك ستعلي. فيسبوك الفيلم الثين هو يحكي على التأثير لغيسو سوسيو على المجتمع. وبلاد الملهوف يا دنيا يزينا حنن الكلب علينا وتعمل معروف. كمال، وش خلاك تتناول هذا الموضوع اللي هو يعتبر رأسي أطابه في الفيلم؟ المغرب العربي، هذا الواقع تاع تونس والمغرب العربي والعالم. استعملت اسلوب مباشر ديريكت، مام اللغة كانت لغة بسيطة، لغة تلفزيونية. نهاية ما كانتش واضحة 100%. الاستواخ تاع الفيلم حبينا تكون الاستواخ واقعية، والسينما ما هي حكر على حتى واحد، السينما للجميع.